شوف هنا ألعاب التحدي، ألعاب الأطفال في شارع السلامة حي قروة. هنا عندك سيارة الكهربائية الكبيرة، وهنا عندك المسابح. كم في سعر المسابح؟ الأسعار تبدأ من 255، في 150، في 75. هذه السيارة سعرها 465، واللي فوقها سعرها 385، واللي فوق 425. أما هذه مسدسات العادية. هنا عندك ألعاب البنات، شوف هذه الأشكال كلها، في مطابخ، في تسريحات، في أدوات الدكتور. هنا في عندك الأشكال، هنا ألعاب الأولاد. كم في سعر كده؟ في عندك هذا المطبخ اللي فوق سعره 155، يجي نفس الرسمة اللي على الكرتون، يطلع صوت، ينور. عندك هذه الأشكال اللي تحت، سكوترات العادية. هنا عندك السكوتر الكهربائي. شوف الدراجات اللي هناك، في دبابات كهربائية تشتغل على الشحن، تطلع صوت، تتنور. باسكتبول. الأسعار تبدأ من 150 لين 385. في عندك اللي فوق الخيام حق الأطفال، تجي مع كور. الارتفاع تجي تقريبا نص متر، والعرض متر. هذه الأشكال اللي عندك، هذه سيارات حديد ما تتكسر. وهنا ألعاب الأولاد كلها. عندك الطيارة، هذه درون. شوف سيارات الشحن، تجي شحن كهرباء وأنوار وأصوات. تبدأ أسعارها من 55 لين 155. ايش؟ لا تنسى من اللايكات والاشتراك في القناة، ونسوي لكم خصم اذا شوف اذا في اجى واحد من طرف الاخ له خصم خاص، وما عليه الاسعار، ما عليه ما نقصر معكم. نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات واللايكات لانتم. Don't lie to me about your chance, about falling in love. What makes you happy, what makes you drown, about what you want and what makes you bad. I'm giving a chance to make things right, but just be honest for once in a while. It was a part of a silly joke. Well, isn't fun, it comes down to more. Don't lie to me, don't lie to me.
chance but fall in love. What makes you happy, what makes you drown? What you want, what makes you bad? And give me a chance to make things right. Just be honest for once in a while. It was a part of a shit.